خلاص انت كده عرفت مين مأمور الضبط القضائي. خلاص هل ليهم الحق بقى ان هو يفتش موبايلك او يفتش اللابتوب بتاعك ولا ملوش الحق؟ ليه ملوش الحق؟ ليه؟ برافو عليك. يبقى ركز معايا. حدد قانون كل دي دفوع انت هتستخدمها في الدعاوى المقدمة في شأن هذه الجرائم، لازم انت تكون عارفها، لو مش ملم بيها تقع منها. حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الضوابط المتعلقة بالتفتيش والنفاذ الى الأجهزة الإلكترونية والنظم المعلوماتية المختلفة، فيحق لمأمور الضبط القضائي ما يلي: المختص. ما تنساش ان مش اي مأمور ضبط قضائي، مأمور الضبط القضائي المختص في الحالات اللي انا ذكرتها لحضرتك في المادة السابقة. اللي ليه الحق فيه: واحد، ضبط او سحب او جمع او التحفظ على البيانات والمعلومات او انظمة المعلومات وتتبعها في اي مكان او نظام او برنامج او دعامة الكترونية، الفلاشات والرقاقات والشرائح الالكترونية او حاسب آلي تكون موجودة فيه. يبقى هو ليه الحق ان هو يسحبه؟ ليه الحق ان هو يتحفظ على هذه البيانات؟ ولازم حضرتك تكون مركز جدا في كلمة البيانات. وان شاء الله لو لينا لقاء وتقابلنا تاني في قانون اسمه قانون 151 لسنة 2020 خاص بحماية البيانات الشخصية، اتمنى ان سيادتكم تقروه وتعرفوا اهمية البيانات في العصر الرقمي عاملة ازاي. ومحدش يقول انا مش مهم بياناتي مش مهمة بالنسبة للغير، لا خلي بالك انت بياناتك اللي انت عمالي مفرط جدا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي او بتسمح بتداولها في اي جهة، الكلام ده كله معاقب عليه في القانون اذا استغلت هذه البيانات واستخدمت في غرض غير الغرض اللي حضرتك افصحت بيها ايه عنه. طيب يبقى ليه الحق في الضبط او السحب او جمع او التحفظ على البيانات. طب هل له الحق في التفتيش؟ له الحق في البحث والتفتيش والدخول والنفاذ الى برامج الحاسب الالي بتاعك وقواعد البيانات وغيرها من الاجهزة والنظم المعلوماتية اللي استخدم فيها الايه الجريمة دي. يبقى ليه الحق ولا ملوش؟ ليه الحق، لكن في حالات معينة. ايه هي الحالات دي؟ واحد، اثنين. طيب مأمور الضبط القضائي، مأمور الضبط القضائي المختص اللي ليه الحق ويضبط. الله ينور عليك. الحالات، في الحالات اللي احنا ذكرناها. طيب المادة الستة بتقول لجهة التحقيق المختصة بحسب الاحوال ان تصدر امرا مسببا لمأموري الضبط القضائي المختصين لمدة لا تزيد عن 30 يوم قبل للتجديد لمرة واحدة. متى كان مأمور الضبط القضائي؟ جهات التحقيق المختصة. جهات التحقيق المختصة. بحسب الأحوال أن تصدر أمراً مسبباً لمأموري الضبط القضائي المختصين لمدة ما تزيدش عن 30 يوم وممكن تتجدد بس المرة واحدة بس، يعني 30 و 30 تاني ما تقدرش تديها 30 تالت. متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة على ارتكاب جريمة معاقب عليها بمقتضى أحكام هذا الايه القانون؟ فاكرينهم اللي هو من أول مادة 13؟ فاكرينهم؟ لغاية 26. برافو عليك، ممتاز.